إذن قضية اليوم، المشهد السوري اليوم وسط التضارب الذي يأتينا حول تقدم أو تأخر هذا الطرف أو ذاك، ولتعقيد المشهد أكثر فأكثر هناك أكثر من جماعة مسلحة تعيث على الأرض أكثر فسادا، لست أدري إن كان هذا هو التوصيف الصحيح. عموما في كل الأحوال المشهد معقد، نشير إلى أن اليوم 11 من آذار مارس هو يوم تاريخي، أو إنها يعني تاريخ مهم، وهو يوم إذن ميلاد هذه الاحتجاجات في سوريا والتي تحولت إلى حرب أهلية ضروس. نسعد هنا بالتوقف عند هذا الموضوع مع ضيفنا كريستيان شينو، الصحفي في إذاعة فرانس انتر. أنت عائد من سوريا، أهلا وسهلا. أهلا أهلا كريستيان، كيف ذهبت إلى سوريا؟ هل كان الأمر سهلا الذهاب إلى سوريا اليوم؟ في صعوبات، الصعوبات الأولى الفيزا، تأشيرة يعني صعب يعني. الآن السلطات السورية لا ما في فيزا كتير بالنسبة للصحفيين. أنا كنت بسوريا الأسبوع الماضي، كان في فرانس 2 يعني التلفزيون الرسمي الحكومي وراديو فرانس، هنا يعني فرقتين من صحفيين بسوريا، ما في فيزا كتير. والطريق مفتوح بين لبنان ودمشق، يعني ناخذ الاوتوستراد. ما في تفتيش كثير، كان قبل كان في اكثر من اربع نقطه تفتيش، الان في واحد شديد واثنين خفيف. يعني قبل تدخل دمشق التفتيش قوي مع الجيش، في تفتيش في سيارة، في يعني دقيقة، وبعدين تدخل بدمشق. وبدمشق كيف الأحوال في دمشق؟ كيف يعيش الناس؟ كيف وجدت المدينة؟ في تناكندات، يعني لما تدخل بدمشق شك ما في شيء، يعني في حياة عادية طبيعية، الناس بالأسواق بالشارع، في عجة، في أزال في البداية. بس في نفس الوقت لما تحكي مع الناس بعض الناس تعبانين، يعني عشان 4 سنين من الحرب، ضغوط نفسية، ضغوط عشان كان قصف شديد. مثلا بشهر يناير كان في أكثر من 100 قذيفة على دمشق، والناس تعبانين. طبعا الوضع الاجتماعي والاقتصادي سيء جدا جدا، البطالة، الضخم، تضخم العملة، نعم. بالضبط، مثلا الليرة السورية كان 50 دولار 50 ليرة، الآن 220 ليرة لواحد دولار، يعني يبقى بطالة. وكمان المشكلة مع الحصار الدولي على سوريا، وخاصة على المال والعمليات التحويل المالي، وفي انكسار يعني تعسير مباشرة على الناس. مثلا الدواء عشان صعب جدا تاخذ دواء للسرطان، للديابيت، للهيباتيت، يعني والناس يعني عندهم يعني كثير صعوبات للحياة اليومية. بس في نفس الوقت الناس يعيش في حفلة، المطعم مفتوح، الأوبرا مثلا مفتوح بدمشق، يعني هذا تناقضات زي بلبنان في فترة حرب أهلية، في معركة، وفي نفس اليوم في ناس بالمطعم وبتروح تشرب. هذا يعني في نفس إرادة الحياة، بس في إرادة الحياة. لكن السؤال الذي أريد أن أسألك إياه، سأدري إن كنت كمال تريد أن تسأل أيضا، لكن أسألك سؤالا. يعني استمعت إلى التقرير أو المقابلة التي أجريتها مع الدكتورة بثينة شعبان، ولقد بثت في جميع الراديوهات الفرنسية على راديو فرانس، يعني فرانس انتر، بالإضافة إلى جميع الإذاعات الأخرى. قالت بأن من بين ما تقوله لك بأن النظام السوري يعني حذر الغربيين من هكذا وضع ومن الإرهابيين. ما الذي لمسته في حديثك معها؟ ما يعني النظام موجود، كان في هل هو أقوى؟ مش أقوى بس موجود.
عشان ما في فلوس. يعني بيشتغل يعني الشرطة مثلا الموظفين الحكوميين ياخد الفلوس من الحكومة يعني بيشتغل بس فقير يعني فقير يعني بس موجود. الحكومة يسيطر على دمشق وسط البلد بس مش الضحية بس حماة حمص سحل البحر المتوسط بانياس طرطوس لاتاكية ونصف من حلب يعني تقريبا 40% من الأرض السورية موجود. ما بعرفش يعني أقوى عشان الآن بدون الحليف مع حزب الله مع روسيا مع إيران يعني هذا قوي في الميزان القوة بالأرض بس موجود. والآن في ثقة بالنسبة للحكومة النظام السوري بيقول يعني الوقت الأسوأ كان ورانا. الآن إحنا في فترات كل شيء ممكن في داعش على الشمال في الآن وفد من البرلمان الفرنسي يزور دمشق وفد من أمريكان وفد من ترك ممكن في انفتاح يعني نوا في انفتاح يعني على الوقت القريب يعني النظام مرتاح يعني ما في خوف يعني بالمستقبل ما بعرف بس على الوقت الراهن يعني ما في مشكلة كمان كريستيان. يعني عندما تتكلم مع الناس تحكي مع الناس كصحفي أجنبي الناس بتجاوب بحرية بتشعر إنه عم تحكي بحرية بتحكي سياسة الناس بتعطي رأيها بالتطورات غريبة. أنا كنت بدمشق قبل الأحداث وكان صعب تحكي مع الناس حتى بالكواليس بس الآن يعني النظام موجود بس ضعيف يبقى الناس دفع الثمن الدم يبقى في حق نحكي مش ضروري مع الرسميين بس إذا تحكي مع الناس شعب. قريب من النظام بحكي بصراحة. طيب شو رأي الناس بشكل عام يعني بالنسبة لمستقبل سوريا إنه طبعا آراء مختلفة بس صعب أنت جداً. استنتجت يعني هذا صعب جدا. في ناس يقول يعني إحنا هون سننتصر بس في نفس الوقت في كتير مقلق جدا يعني بالمستقبل خاصة الأطفال شو الدراسة يعني الحياة الاجتماعية يعني كسرة بسوريا يعني في مكسرة يعني بس في ناس بيقول هذا يعني غريب. أنا ألتقي مع بيزنس مان يعني رجال العمل سني وبيقول لي بس مش بالمايك مش تسجيل بالضبط بيقول من بلاية ممكن نكون ممكن بشر يمشي بكفي بس بعد 6 شهور شفنا الإسلاميون والجهاديون نرجع إلى بشر. والآن بالمنطقة تحت الحكومة السورية ما في خيار آخر بشر يعني بشر فقط اليوم بس في ناس بيقول في خوف في المستقبل شو ممكن بيصير بعد 5 سنين النظام قوي عشان في تحالف مع روسيا إيران وحزب الله الدمار يعني كبير وكيف نبنى سوريا جديد إعادة البناء تحتاج فلوس وتحتاج مسلح بين الناس وتحتاج حق سياسي اجتماعي جديد يعني هل ممكن في تساؤلات كثيرة الآن هل ممكن هذا السؤال يعني هو السؤال الحقيقي. قبل أن نذهب إلى الحديث عن الجماعات المسلحة عن داعش عن النصرة عن هذه الغرابة التي أدت إلى حادث قتل أو اغتيال جماعة من قيادي النصرة سنتوقف عند هذه النقطة مع ضيفينا عبر الهاتف. قبل ذلك السؤال الذي يطرح نفسه نعود إلى زيارة النواب الفرنسيين إلى سوريا. جورج جمال برونو الذي كتب معك كتاب لشومان دو داماس يعني على دروب الشام والذي سيترجم على ما يبدو في بيروت إلى اللغة العربية هذا مثل القديس بولس سان بول يقول جورج جمال برونو يقول بأن الزيارة لم تكن زيارة يعني بمنأى عن الاستخبارات الفرنسية وأن هناك أعضاء من هذا الوفد التقوا بالمخابرات يعني بقيادات كبرى في المخابرات مش النواب مش النواب كان في أشخاص بالكواليس
بعلم المخابرات الفرنسية حتى يعني رغم تطبيل باريس والإليزي أننا لا نربط علاقات مع نظام الأسد، هل معنى ذلك أن فرنسا والدول الأوروبية تسعى إلى إعادة روابط أمنية، تعاون أمني مع دمشق، وهل هذا يؤدي في النهاية إلى عودة العلاقات السياسية؟ تعرف إن في الكتاب اكتشفنا إن في ديسمبر 2013 هولندا، وكان فالس بالوزارة الداخلية أرسل وفدين من الدي جي سي والدي سي ري من عمان، من الاستخبارات الفرنسية، استخبارات الفرنسية من عمان وفدين إلى دمشق ديسمبر 13. إحنا في معركة شديدة مع سوريا، أرسلت وفد إلى دمشق والتقى مع علي مملوك الرئيس الاستخبارات المخابرات السوري، وكان في نوع بدايات نحكي وكيف، وكان في اتصال، والرسالة من المملوك قال إن أوكي أنتم يريدون تحكي عن التعاون الأمنية، التكفيريين الجهاديين، بس المشكلة في مشكلة سياسية مع فرنسا. أوكي إحنا جاهزين، بس قبل ذلك تفتح السفارة بدمشق، يعني ويعني كان ما في حوار وتعاون، بس كان في محاولة من جانب الاستخبارات الفرنسية تحكي شوي مع السوريين، عشان الآن إحنا في فرنسا في وضع خطير مع الجهاديين، مع داعش، مع كل الجهاديين، وفرانسوا هولاند ولوران فابيوس والحكومة الفرنسية لا يحب بشار، يعني في لكن مجبر على بس في نفس الوقت في الواقع احنا في فرنسا اذا في انفجار جديد بفرنسا، وفي خبره بالمخابرات بسوريا بيقول في خبره حقيقيه، ويعني بس بحاجة فرنسا للحصول على معلومات، معلومات الباسبورات عن الجهاديين الفرنسيين والأجانب موجودين عبر المخابرات السورية، وحتى الآن في فرنسيين جهاديين في سجن دمشق. نعم. وحياة بوميديان زوج كوليبالي، يعني زوجة كوليبالي، وكان بيعمل الهجوم على شعري. نعم. حياة بوميديان موجودة بدمشق، بسوريا الشمالي، يعني يبقى سوريا يعني أرض الجهاديين الآن. نعم. والآن في خطر على فرنسا ولا أوروبا عموما، يبقى في كتير بأوروبا، ببلجيكا، بنمسا، بألمانيا، إيطاليا، إسبان، يريدون بعمل اتصالات مع سوريين، عشان هذا الآن ضروري. والآن الشيطان الأولى داعش والجديد ونصرة. سنتوقف عند داعش ونصرة. أشكرك جزيلا كريستيان على هذه الإيضاحات الهامة جدا، نعود بعد ثواني معكم حول الحدث في بيروت 103.3 FM. معكم حول الحدث، الساعة الآن هي 2:37 في استوديوهاتنا في باريس. أبرز حدث يعني من خلال يومين أو ثلاثة هو اغتيال غريب لجماعة قياديين من النصرة بصورة جماعية ومفاجئة. عبد القادر خياشي زميلنا من قلب قاعة التحرير من أسرة مونتي كارلو يتحدث عن هذا، كما يتحدث عن إمكانية تحويل دور النصرة لإدخالها مجددا إلى السياسة وإلى المعارضة السورية المقبولة، لنستمع إليه. موت أبو همام الشامي القائد العسكري لجبهة النصرة يحمل غموضا وأبعادا لن تتكشف إلا لاحقا، فالأسبوع الماضي قتل اثنان من قادة الجبهة في غارة للتحالف في ريف إدلب، وقد يكون أبو همام وقائدان آخران جرحوا في تلك الغارة وتوفوا لاحقا، أو أن انفجارا حصل خلال اجتماع لهم. وقبل أسبوع أيضا اغتيل عدد من قيادي جبهة النصرة في ريف دمشق، واتهمت الجبهة ما يسمى بتجمع قوى الإصلاح
الإصلاح بهذه الاغتيالات. لذا يرجح أن تكون عمليات الاغتيال قد تمت على يد التحالف أو النظام أو التنظيمات المدينة لهم بالولاء، علما أن النصرة صفت قبل أسبوع حركة حزم الموالية لأمريكا. هنالك تفسير آخر سياسي يتعلق بتوجهات جبهة النصرة، إذ أن هنالك اتجاها بضغوط قطرية على ما يبدو لأن تتخلى النصرة عن ولائها للقاعدة كي تكون مقبولة كمحاور سياسي وتنزع عن قائمة الإرهاب، في مقابل اتجاه متشدد يدعو لإنشاء إمارة على غرار تنظيم الدولة الإسلامية. إذن ما هو الوضع اليوم عند الجماعات المسلحة؟ من هم الجماعات المسلحة اليوم على الأرض؟ نسعد باستقبال معنا من بيروت الصحفي اللبناني فداء عيتاني. أهلا وسهلا. أهلا فيك. ونستقبل أيضا من الجزائر السيد ألبير فرحات، باحث متخصص في شؤون الجماعات المسلحة، مؤسس مركز الأبحاث في شؤون الإرهاب. يا أهلا وسهلا. أهلا فيكم. أهلا. أهلا. نعود إليك سيد فداء عيتاني، هل يمكن لك أن تصنف لنا من هم الجماعات المسلحة التي تقاتل اليوم على الأرض في سوريا، في العراق، خاصة في سوريا؟ أول شيء بدي أوضح أنه الحكي عن غارة قتلت أو عبوي قتلت قادة جبهة النصرة وحكي مش صحيح. يعني في أبو مصعب الفلسطيني وأبو البراء الأنصاري ماتوا بغارة ب 27 شباط الماضي، هذا ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية مؤخرا قبل يومين. ما كانوا باجتماع. طيب. أولا أبو همام العسكري أصيب إصابة بليغة بمنطقة الأثارب خارج الاجتماعات، كان بمهمة قتالية، يعني كان هو قائد عسكري عام للجبهة ولاحق أن توقف. فهودي ثلاثة من الأربعة نحكي عنهم أنه قتلوا بغارات خلال اجتماع لأب. طيب. يعني ما في عملية منفذة عليهم كلهم سوا أو في توجه سياسي أدى ل يعني صفيات. فإذا هي صدفة. هي يعني الإعلان عنا إجا بطريقة ملتبسة خلت كل الإعلام يتحول يعني نظرية أنه تم تصفيتهم برأيك لماذا؟ هذا مهم، كلامك مهم. فإذا إذا أوحي إلى الإعلام بأنهم قد قتلوا في نفس الوقت وبينما كانوا في اجتماع، ما الذي يراد من وراء تسريب هكذا أخبار للإعلام؟ هذا فشل المسار لجبهة النصرة إلى جهة أكثر يعني أكثر اعتدالاً قبولاً، اعتدالاً إذا بدك أو قبولاً أو فصلاً عن تنظيم القاعدة. فشلت هاي العملية، تم تسريب هذا الخبر ل يعني مثل كاموفلاج أو غطاء دخاني لاستكمال الرضا السياسي اللي عم بيحصل عليه. نحن عم نحكي عن دولة عربية يعني خليجية تحديداً عم تحاول تستكمل قطر. فلنسمي الأشياء هنا على منطقة ونسمي الأمور بمسمياتها. قطر تقصد؟ إيه بقصد قطر طبعاً. يعني واضح بإطار محاولة استكمالها للمصالحة مع السعودية ولتعديل في مسار السياسي اللي كانت متبعتها تجاه الثورة السورية، حاولت يعني بوسائل متعددة توضح أنه في تحول داخلي بجبهة النصرة وبالتالي هؤلاء الجماعة ممكن يصيروا ضمن المعارضة المعتدلة. من يمول النصرة؟ هل هي قطر أم هي السعودية؟ لو عندي إثبات كنت قلت لك، أنا بعرف بالتحليل مش بال. طيب أوكي. مش نصرتي. أبو محمد جولاني أول أمس وأمس يعني كان واضح أنه هو لن ينفك عن تنظيم القاعدة ونفى كل المعلومات المتداولة بهذا الخصوص. القوى المقاتلة، السؤال الأساسي ما فيك تصنفيها بس بشقين. في الشق الأول هو الميليشيات المحببة لدى النظام، يعني العدو المحبب، عم نحكي تحديدا عن داعش وعن النصرة. لماذا تقول محبب؟ هذا العدو المحبب اللي ببرر يعني اللي بيوصل الحكي اللي كان زميلنا الفرنسي عم بيحكي من شوي عندكم، يعني انه ما في بشار الاسد، انه النظام هو الوحيد القادر على مواجهتهم، هن بيعرفوا الطبيعه الارهابيه وعندهم خبره بالقتال ضد الارهاب. كل هذا الحكي غير مبرر وغير موجود، والنظام نفسه ما بعود له مبرر دوليا اذا ما كان قادر
يلاقي بأمامه عدو كالعدو اللي عم نحكي عنه اللي هو السلفية الجهادية الحديثة والقديمة، يعني النصرة القديمة أو بقايا تنظيم القاعدة والبوست مودرن اللي هي داعش. طيب وال يعني داعش ونصرة، هناك أيضا جماعات أخرى؟ طبعا في عندك مجموعات أخرى زي الطبيعة السلفية الجهادية أيضا، مثل الجيش الإسلام ومثل غيرها، مثل أحرار الشام. وفي المجموعات المتفرقة لازالت يعني تقاتل تحت علم الثورة السورية وعلم الاستقلال، اللي هي مجموعات تسمى مجموعات الجيش الحر، هي مجموعات قروية بحقيقتها أو مجموعات يعني محلية غير مرتبطة عضويا ببعضها، وتقاتل كل منها بطريقة مختلفة عن الأخرى. فإذا أنت تقول ليس هناك جيش سوري معارض حر، هناك مجموعات تقاتل في ضمن إطار معين ولكنه ليس جسما، ليس جيشا بالمعنى التقليدي. طبعا لا، ما في شيء اسمه جيش حر يعني، والدليل أنه ما في وحدة قيادة وما في وحدة إدارة وما في غرف أركان حقيقية، يعني هاي مجموعات شعبية. طيب شكرا جزيلا، ابقى معنا. أذهب إلى السيد ألبير فرحات الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة. هل نستطيع أن نقول بأن هناك اختلاف يعني تحول في مسار هذه الجماعات بعد الزخم الذي يعني لاقته داعش؟ وهل بالإمكان كما قال خياشي عبد القادر زميلنا من قاعة التحرير بأن تعلن إمارة النصرة أسوة بداعش؟ الموضوع أكبر وأبعد من ذلك بكثير. ما حصل أخيرا من مباحثات ما بين قطر وما بين قطر والسعودية وتركيا ومصر أيضا في مجال تسوية الأوضاع وتسوية العلاقات وتنقية الأجواء انعكس على الحرب الدائرة بين الجماعات العاملة في سوريا والعراق حاليا. هذه التسويات أصبحت أكثر من ملموسة على الأرض من خلال تأكيدكم في عدد من التقارير التي بسيتموها أن النصرة تدفع ثمن الدعم القطري، تدفع ثمن الدعم القطري لها وكذلك الدعم التركي تحديدا، لأنه لم يريد حاليا الذهاب إلى سوريا إلى ساحات الجهاد في سوريا والعراق، عليه أن يسلك طريقا من طريقين، أو طريق الأردن أو طريق تركيا. الطريق مع تركيا مفتوح، أوتوستراد عريض وسريع إلى جماعات من كل الألوان والأطياف حاليا. لكن ما يشاع وما يزاع من يوم إلى آخر عن مقتل قيادي أو آخر من تنظيم بالنصرة أو من الألوية ما سميت بالألوية الإسلامية بمختلف تسمياتها، حيث استعانوا لغاية الآن كل حروف الأبجدية. بدخولنا السنة الخامسة للحرب في سوريا، للحرب الأهلية في سوريا، للحرب بدي حتى سميها حرب دولية ضد بشار الأسد، اجبنا عن نفس تاريخ انطلاق هذه الحرب، تعتيم إعلامي، معلومات أمنية تتناول عن مقتل القائد الفلاني والقائد الفلاني وإذن هناك تضارب في بمناسبة تعتيم نعم. الإعلامي، أنت تتحدث عن تعتيم نعم. إعلامي نعم. ما يصلنا نعم. هو معلومات متضاربة نعم. عن تقدم هذا أو تأخر ذاك، والنظام السوري يقول تقدمنا وأحرزنا، والجماعات نعم. المسلحة تقول نفس الشيء. كيف يمكننا أن نتحقق من المعلومة اليوم؟ في البداية ضيفتي بالبداية ذكر أن الوضع في سوريا يعتبر نوعا ما هادئا، في دمشق يقول في دمشق في دمشق نعم، يعني كان هو ذهب إلى دمشق لكنه لم يذهب إلى قرى أخرى. الحرب في سوريا ليست فقط في حمص أو في حلب، وإنما الحرب تقريبا على كل الحدود، على الحدود الخارجية لسوريا، وهذا يعني أن التدخل الخارجي في سوريا أكثر من وضع داخل سوريا. نقطة ثانية، أنه حاليا حتى لو أردت الذهاب إلى مقابلات أناس مقربون من نظام بشار الأسد، لا يسمح لك بالحركة كما تريدين.
بالطبع لانه هناك دائما الخوف ان طبيعي. لكن يعني سؤالي لم تجبني عن سؤالي، سؤالي هو كيف يمكننا ان نتحقق من المعلومات التي تاتينا من الارض والا تدخل في اطار بروباغندا لهذا او ذاك، خصوصا وان قال كريستيان بان يعني اعطاء تاشيره للصحفيين صعب جدا ومن المستحيل تدخلي من دون تأشيرة. أصبحت ضمن من الذين دخلوا بطريقة غير شرعية إلى البلد وتعتبرين من الداعمين بشكل أو بآخر للمعارضة السورية بين قوسين أو الخاص الذي يحصل من أعمال عنف على الأرض. من جهة مقابلة إذا حصلت على تأشيرة وتم إلقاء القبض عليك من طرف الجماعات المناوية أيضا تتعرضين لعملية قتل أو لعملية اعتقال كما تم اعتقال الزملاء الصحفيين في سوريا وغيرها أو في العراق أيضا. نعم. لكن بالعودة إلى سؤالك، نستطيع أن نتحقق من خلال عمليات تقاطع ما يقال من الطرفين. لكن للأسف الشديد أيضا طالما الإعلام الغربي بشكل عام ضد نظام بشار الأسد حاليا، نرسل له مرسلين إن كان نواب فرنسيين أو أمريكان أو إسبان. لا الإعلام الغربي لا 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 نعمم لا نعمم. تعرف ليه لا نعمم؟ لأنه كريستيان شينو يعمل براديو فرنسا، وهناك صحفي أيضا من تلفزيون الحكومي الفرنسي ذهب إلى سوريا، وإذاعة مونتي كارلو الدولية فرنسية تتحدث العربية والفرنسية، ونحن نتحدث بكل أريحية عن هذا الموضوع. ألو ما حدث يا سلمى؟ يعطيك الصحة، عودة الاتصال فيه. نذهب نعود إلى سيد فداء عيتاني الصحفي اللبناني. سيد الكريم، مادام قال سيد ألبير بأن الأمر لا يتعلق بجماعات داخل سوريا، وتفضلت بقول ذلك، الأمر لا يتعلق لا بداعش ولا بالنصرة ولكن بجماعات متعددة، كيف يمكن أن نقرأ جغرافية هذه الجماعات ومن هي البلدان التي تساهم في إذكائها وتمويلها؟ أنا ما بوافق أبدا عن الرأي بالقول أنه الجماعات الأمر ما بيتعلق بجماعات داخل سوريا. لا، انفجر البلد من الداخل، سوريا انفجرت من الداخل، وكل حديث آخر يعني ما بيكون الواحد عم بيعرف البلد. نعم. أنا دخلت عشرات المرات بشكل شرعي وغير شرعي لسوريا وتحققت من الأمور مباشرة ميدانيا يعني. نعم. فأولا هاي المجموعات تمثل ما تمثل، وخاصة مجموعات الجيش الحر، وهي يعني بانضمام السكان إليها هي أغلبية مطلقة. سوء تنظيمها تؤدي إلى فشلها عسكريا مواجهة داعش أو بمواجهة النظام، صحيح، لأنه هي مجموعات غير مدعومة فعليا. نعم. هاي ناحية يعني أولى. طبيعة الأمور لما بلد مثل سوريا مركزي جغرافيا ومركزي سياسيا يوقع أو يتعثر أنه يتم الانقضاض عليه من كثير دول بالمنطقة، سواء دول صديقة له مثل إيران اللي انقضت عليه وسيطرت عليه بالكامل، أو من دول خصمة له، أو مثل بحق هفوات وهنات مش هينات أبدا مثل السعودية، قطر، تركيا وغيرها من الدول وحتى إسرائيل. بحكم السياسة ومصالح الدول، بحكم المصالح وبحكم يعني في أمور أحيانا مثل النزاع مع الأتراك، برغم أنه سوريا بخلال عهد حافظ الأسد أعطت لتركيا الكثير من لواء اسكندرون إلى الاتفاق المياه إلى غيره، إلى أنه يعني النزعات الوطنية ما بترحم وبتقوم بردود فعل قاسية أحيانا وطموحاتها غير محدودة. فإذا سؤالي هو يعني تقول، أشكرك لأنك صوبت الوضع، تقول بأن هذه الجماعات انطلقت من سوريا وتفرعت. سؤالي هو كيف يمكن أن نقرأ جغرافية تفرعها، وأين توجد النصرة وأين توجد داعش؟ يعني داعش في العراق وسوريا أكيد، لكن ما هي المراكز الجغرافية التي تمتد عليها هذه الجماعات؟
داعش بإطار صايا لتأسيس دولي، وبالمناسبة المرة الوحيدة اللي تواجهت داعش تواجهت الجيش الحر بشمال سوريا. نعم. بإطار محاولتها لتأسيس دولة إسلامية تقوم على ريع يعني ريع الموارد الطبيعية، اتجهت باتجاه الشرق وهو أقرب لقواعد الرئيسية بالعراق. هي بتعرفي أنت أنه هي أساساً كانت دولة العراق الإسلامية، ثم يعني بعد الانشقاق عن جبهة النصرة صارت دولة العراق في الدولة الإسلامية في العراق والشام. فاتجهت إلى الشرق للحدود العراقية، مناطق مثل دير الزور والرفقة هي العاصمة والحتكة وقامشلي وإلى آخره، بمحاولات للسيطرة على المنابع النفط. في هذه النقطة، هل داعش سورية أم داعش عراقية؟ وما علاقتها بالنصرة؟ كيف يمكن أن نفهم هذا الاختلاف؟ لا، داعش حتما هي عراقية المنشأ وعراقية الهوى. نعم. تضم مجموعات كبيرة من السكان، كبيرة نسبيا من السكان المحليين السوريين، بس هذا كحكم أمر واقع، مش كونها بتمثل طموحاتهم أو مصالح. نعم. يشبه التجنيد الإلزامي ويشبه الاستقطاب المالي، ولكن هي بالأساس وبقيادات الرئيسية أغلبية المطلقة غير سورية. طيب. وهي تفضل المهاجرين على الأنصار، يعني تفضل القادمين من الخارج على أنصارها من الداخل، التوانسة والجزائريين والمغاربة وإلى آخره والفرنسيين. الضربة الأمنية عندها وقوة القتل الرئيسية والمغاربة الجزائريين أيضا المقاتلين الأساسيين من الجزيرة العربية بجنسيات سعودية إلى آخره، وهكذا دولك. أما النصرة؟ أما النصرة فشأن مختلف تماما. النصرة كانت ممولة ومعدة من قبل تنظيم دولة العراق الإسلامية بداية، ولم تكن مرتبطة بالكامل بتنظيم القاعدة، يعني لأنه دولة العراق الإسلامية على علاقة سيئة مع تنظيم القاعدة. ثم كبرت جبهة النصرة ورفض أبو محمد الجولاني العودة إلى حضن دولة العراق الإسلامية، فتم الانشاء بيناتهم، وخرج جزء كبير من المقاتلين الأجانب من جبهة النصرة انضموا لداعش. واليوم تتمركز جبهة النصرة بشمال سوريا بشكل خاص، وهي موجودة على الحدود مع لبنان بمناطق القلمون وغيرها، وموجودة بنسبة قليلة جدا في جنوب سوريا، يعني المناطق المتاخمة للأردن. ما نفوذها اليوم وقد رأينا بأنها يعني كانت مسؤولة عن خطف مواطنين في لبنان، ما نفوذها اليوم وما صحة علاقتها بإسرائيل؟ خطف جنود وقوى أمنية مش مواطنين. عذرا، ما بعتقد يعني الحكي عن علاقة مباشرة أو تنسيق أو غيره مع إسرائيل هو حكي إعلامي وتحريضي أكثر منه حكي واقعي. ألم تعالج إسرائيل جرح النصرة؟ هذا الكلام صحيح أم لا؟ العلاج اللي صار، الحكي اللي صار ما كان عن جرح النصرة تحديدا، ولكن أعلام النظام والأعلام الغربي يعني يستفحل الأمور، وأعلام النظام لأحداث سيئة، والأعلام الغربي أحيانا بجهل بتفاصيل الأمور. اللي صار طبعا الجيش الإسرائيلي حاول جهده أنه يفتح علاقات جيدة مع بعض المجموعات من الجيش الحر، وهي حقيقة، وأخذ عدد من المقاتلين أو من المدنيين المصابين وعالجهم بالداخل، هذا واقع، ولكن ما في أي إثبات على علاقة مباشرة لا بين الجيش الحر والجيش الإسرائيلي ولا بين النصرة والجيش الإسرائيلي. طيب نعود إلى، شكرا لك. نعم، قل لي ماذا كنت حب أكمل كلمتك. النصرة في جنوب سوريا ضعيفة جدا. نعم، أوكي. فإذا سنعود إلى ضيفنا الذي انقطع معه الخط، ألبير فرحات، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة. طيب يا سيدي، والأمر وهذه في ظل هذه الفسيفساء المسلحة، أي سيناريو للحل في المنطقة؟ هل يمكن أن يمر عبر هذه الجماعات أو كيف يكون الحال برأيك؟ إذا أردت أن نأخذ بالمقترح القطري وأن نضع جبهة النصرة هي على قائم على أولي رأس القائمة، من نستطيع
نجده كحليف بسبب فشل الجيش الحر ومسميات المعارضة الأخرى، فهذا مشروع قد يكون ميت قبل أن يولد. نقطة أولى. النقطة الثانية، أنا باعتقادي وأصبحت أكيد من الآن أن إسرائيل حاولت من خلال العديد من أطراف المعارضة، ما يسمى بالمعارضة السورية، أن تتقدم منهم وأن تحمي من خلالهم مناطق الجولان، وما حصل أخيرا من ضربة لقيادة تعمل لحزب الله في منطقة الجولان، هذا ما يقلق ويخيف إسرائيل حاليا. إسرائيل عينها على سوريا، ولكن عينها الأخرى على جنوب لبنان وعلى حدودها باتجاه جبل الشيخ وجولان أيضا. لكن من سيقود الواقع الداخلي في سوريا؟ هذا ما سيجيب عنه النواب الفرنسيون وغير الفرنسيون الذين زاروا سوريا وتحادثوا، إن كان مع بوسعين الشعبان أو إن كان تحادثوا التقوا مع وليد المعلم وغيرهم من القيادات السورية أو حافظ أو بشار الأسد عفوا، لكن سيرجعون يوما ما وإن طال الزمن سنة خامسة أو سنة سادسة إلى أن يقودوا حوارا مباشرا مع سوريا، مع قيادات سوريا الجمهورية العربية السورية، من أجل الوصول إلى حل. شكرا شكرا، انتهى الوقت، نشكركم جزيلا على هذه المعلومات القيمة. نشكر ضيفنا من لبنان فداء عيتاني، ونشكرك سيد ألبير فرحات. كانت هذه حلقة ثانية من معكم حول الحدث، قدمناها لحضراتكم من مونتي كارلو الدولية. بإمكانكم إعادة الاستماع إليها عبر موقعنا على الإنترنت أو عبر شبكة يوتيوب مونتي كارلو الدولية.